Música اليوم كنعقدوا هذا اللقاء الرسمي بحضور اطر الحزب على الصعيد الوطني والجهوي حزب التجمع الوطني للاحرار لكي نعلن للساكنه المحليه بوسلان وللراي العام المحلي الاقليمي الجهوي والوطني عن تقديم استقالتنا بصفه رسميه من حزب التقدم والاشتراكيه والالتحاق رسميا بحزب التجمع الوطني للاحرار اليوم ونحن على مشارف انتهاء الولايه الانتخابيه اخلاقيا ارتئينا ان نقدم هذه الاستقاله في نهايه الولايه الانتخابيه وهو الموعد من اجل فك الارتباط مع هذا الحزب الذي نتمنى له كل التوفيق حيث تقدم الاشتراكيه ما عانيناه فيه وما اشتغلناه فيه وما اكتسبنا فيه من تجارب وما نتمنى لهم كامل التوفيق ونتمنى كذلك لفريقنا داخل اسره التجمع الوطني للاحرار بمكنس كل التوفيق اليوم نقول لساكنه مدينه وسلان اننا التحقنا بحزب جديد بحزب اخر وحزب التجمع الوطني للاحرار لدينا طبعا آه يعني المرتكزات التي اعتمدناها في هذا الانتقال الحزبي اولا دستوريا لنا الحق في اختيار الحزب الذي نشاء في اختيار الحزب الذي يواكب تطلعاتنا والذي يفتح لنا الافاق اكثر فاكثر اخلاقيا كان لابد وان ننتظر نهايه الولايه الانتخابيه وها هي دي الان قد انتهت فيحق لنا ان نتصفح وان نختار الحزب الذي من خلاله سوف نعمل او نحقق اهدافنا واهداف الساكنه التي تنتخبنا. نتمنى التوفيق للاخوه والاخوات في حزب التقدم والاشتراكيه ونتمنى النجاح والتالق الدائم في حزب التجمع الوطني للاحرار، واليوم كما تلاحظون ف المستشاري المستشارين الجماعيين للحزب بوسلان ها هم الان هم واقفون وكذلك المناضلون المناضلون والمناضلات جميعهم وبدون اي استثناء لا من شباب ولا من طفوله ولا من أطور حزبيه هم كذلك متواجدون معنا والقرار هو قرار جماعي. وبالتالي لا يمكننا البقاء في حزب لا يعيرنا اي اهتمام لا يمكننا الاستمرار في تجربه حزبيه لم نحقق فيها اي شيء للسكن المحليه جميع الوعود لم تحقق ما وعدنا به السكينه عن طريق هذا الحزب لم تحقق وبالتالي لا بد وان نطمح الى تحقيق كل الوعود التي نعيد بها الساكنة ومن اجل ذلك يجب البحث عن الاطار الحزبي الذي سيمكننا من ذلك والذي نراه اليوم وحزب التجمع الوطني للاحرار الذي نراهن كلنا على رئاسته للحكومه المقبله ونراهن محليا على ان شاء الله تصدر العمليه الانتخابيه والمشهد الانتخابي بمدينه ويسلان ونحقق تطلعات هذه السكينه شيبا وشبابا نساء وذكورا ونتمنى التوفيق للجميع هذا الاطار هذا يعني اليوم كان الالتحاق وش كاين مخطط عمل مستقبلي طبعا آه الالتحاق هو اولا كان آه كخطوه اولى وكان يؤسس له من مجموعه من المنطلقات ومن آه بين هذه المنطلقات آه هي آه المخطط الذي نطمح إلى أن يكون هو الإطار الذي سوف نقدمه للسكينة كمشروع انتخابي على مستوى ويسلان وبالتالي المخطط يمكن أن أقول أنه مخطط سياسي بالدرجة الأولى مخطط يعتمد على تشخيص تشخيص الواقع الحالي لمدينة ويسلان واقتراح الحلول والمشاريع الكفيلة بسد كل هذه النواقص والاستجابه لطموحات الساكنه في, في مقدمة. نعم. هذا الاطار اللي هضرتي عليه يوسف ان الحزب كان كيشتغل عليه فاش نظم 100 يوم 100 مدينه اللي اختار ويسل. بالفعل هذه من بين الدوافع التي دفعتنا الى اختيار حزب التجمع الوطني الاحرار وان شفنا بان البرنامج الحزبي ديالنا او على الاقل البرنامج الانتخابي ديالنا طموحنا في هذه المدينه شفنا بان حزب التجمع الوطني للأحرار طرحوا منذ يعني سنتين. او ما يزيد في اطار برنامج مئة يوم نراهم كذلك بان هموم, هموم هذه السكينه مشاكل هذه السكينه تطلعات شباب هذه المنطقه كلها قد تم تجميعها وتنظيمها وتستيرها في برنامج مئة يوم وبالتالي الخروج بوثيقه يمكن تسميتها بانها مطالب ساكنه مدينه ويسلان المشروعه اذا ما علينا الا ان نقوم بالعمل على تنزيل هذه المطالب مطالب السكينة وأظن بأن اليوم حزب التجمع الوطني للأحرار هو الحزب أظن الأمثل والحزب الذي يفتح الآفاق والحزب الذي بإمكانه العمل على مساعدتنا من أجل تنفيذ كل هذه المخططات وتنزيل كل هذه المشاريع التي من شأنها أن تعود بالنفع الإيجابي على ساكنه مدينة وسلان قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب بارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي